أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التهليل الجماعي الجهري عقب الصلاة؟ الجماعي المرتب لا يجوز لأنه بدعة، أما أنهم يرفعون أصواتهم وتختلط أصواتهم هذا سنة، ما هو مقصود الصوت الواحد هي هذا، إنما اتفق إن صوتهم اجتمع بدون قصد فهذا لا بأس به، أما إذا كان مقصود اجتماع الصوت وبنغمة واحدة وصوت واحد وسكوت واحد فهذا بدعة. نعم.